الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا الفاتحة عليهم أأنذرتهم أم لم هم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمسهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر، الله أكبر، لا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هو الله. ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين. Drage poštovana braćo, poštovani prijatelji, poštovana porodico Sidranom islamske zajednice, izražavamo naše suosjećanje i ta zid povodu preseljenja na Hiret rahmetlja Abdullaha Sidrana, našega brata Božije groba po imenu Abdullah. Molim Allah Dželešanu da ga primi u svoje okrilje, da mu oprosti sve grijehe i da bude u društvu dobri. S obzirom da je ovo prva noć u kojoj će rahmetli Abdullah Sidrana provesti ili imati svoj novi početak, kako je i on sam govorio, ima nove komšije s kojima će biti, s kojima se u životu družio, pozivam vas još jednom da proučimo Fatihu i na takav način zamolimo Allah Dželešanu da sve njegove komšije kojima će biti u ovome mezarju nagradi džennetom i oprosti im grijehe. I da je lillahi l-fati. يا عبد الله بذهي ومهلك فإذا جاءك الملك آل مقربان فقل لهم أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وقل لهم ولا تخف أنك مسلم وأنك رضيت بالله ربا محمد نبيا وذو الكعبة الكبرى وذو القرآن إماما وذو الإسلام دينا وأن تشهد أن لا إله إلا الله هو عبد الله حسين بذهي ومهلك O Abdullah Hussein Behin Mehmed. O Abdullah Hussein Behin Mehmed. Kada ti dođu dva meleka, reci im bez straha da si musliman i da svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha Dželešanu i da je Muhammed alejhi selam njegov rob i njegov poslanik. Billahi fatih. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا
أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.